طيب انا اول حاجه هعمل ايه؟ خلي بقى العدس قدامي هنا، هاخد الاول الحركات دي، احط الخس وبعدين هاخد فوقيه الخضره، البقدونس والكزبره اهو، وادي البصل الاخضر، سلطه سريعه وجميله، الطماطم حبيتين هنا، وادي الفلفل الالوان. بصوا طبق سلطه، لكن والله تاكلوه دافي، يعني لو العدس لسه دافي وسخن هيبقى خرافه، تاكلوه ساقع وانتم مسقعينه هيبقى برده خرافه. هحط بقى هنا العدس، وممكن احط شويه الجزر المبشور دول كمان معاهم، مش هيقولوا لا يعني، اهو اهو. وادي، لا مش هحركه ما تخافش، امان. وادي الكمون وادي رشه الملح، وادي رشه الفلفل، وبعدين العصير الليمون اهو، ادي الخل، يبقى عصير ليمون وخل وملح وفلفل وكمون، واخلي زيت الزيتون جنبي، هاخد معلقتين اقلب بيهم، وبعدين نقدم الطبق بتاعنا ان شاء الله يعجب حضراتكم. طبق سلطه معتبر كده، بسم الله اهو. بصوا بقى الالوانات، بصوا بقى القيمه الغذائيه، اصلا طبق سلطه غير عادي، انا بصراحه بحبها قوي، بحب السلطه دي قوي. اوكي اهو، رشه ملح بس عشان يبقى انا طولت الخضار بس اللي من تحت اهو، احط كده وبعدين كده من التيشوز دي مناديل، امسح كده، هاتوا بقى الطبق الجميل ده، ناخد بقى شويه من الطماطم اللي فيه ليدي هنا كده، خلاص. وبعدين عندي هنا طماطمايه، رشه بقى زيت الزيتون احلى سلطه ان شاء الله تعجب حضراتكم وتتبسطوا منها وتقولوا لي رايكم، ومش يعني مش هتنازل عن التطبيقات.